اخواني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناه اندرويد 18. صدقوني انه مقطع اليوم يعني زي ما ذكرتم في التعليقات فاكيد اني راح البي كل الطلبات اللي تطلبونها يا شباب، وكان يخص عن ان اتكلم وان اشرح لعبه صحوه الفجر اللي كان اسمها بالاول هو كان كود نيم لايف، وهي بصراحه تشبه لعبه دايز جون، لكن في هذا اليوم راح نشرح اللعبة بشكل عام، ضيف إلى ذلك ما هي الأشياء المتوفرة بها، مضمون اللعبة، كل شيء. أوكي، فبصراحة تنسنت جيم تضرب بيد من حديد. صدقوني أن ألعاب الجوال أو ألعاب الموبايل القادمة في هذه السنوات بإذن الله، إن أطال الله في عمرنا وعمركم، فصدقوني أنها راح تكون ألعاب ضخمة جدا من ناحية الجرافيك، من ناحية التوافق. فالأجهزة الضعيفة أتوقع أنه خلاص يعني انتهى عصرها بصراحة، أو بصريح العبارة يا شباب. ضيف الى ذلك انه هذه اللعبه الكل كان ينتظرها، وكما تذكرون يعني الناس اللي متابعتني من زمان نشرت عليها لما كانت في اول ظهور لها، لما كان اول اعلان لهذه النسخه، وكان في احد المؤتمرات الصينيه، ونشرت التريلر اللي يخصها في ذاك اليوم. خبرتكم انه هذه اللعبه راح تكون تخص طور الزومبي وغيره يعني، لكن هي راح اعطيكم المضمون اللي يخص اللعبه الحين، وايضا راح تلاقونها في وصف هذا الفيديو. اللعبة يا شباب هي لعبة سيرفايفل، يعني تقريبا تشبه لعبة افتر لايف افتر او افتر تومورو، هذا كان اسمها ايضا. لكن هذه اللعبة يا شباب فيها اشياء رهيبة جدا، يعني احسن وافضل بكثير من لعبة لايف افتر اللي هي منشئة ايضا من شركة نت ايس، وهي ايضا شركة صينية. لكن هذه اللعبة المميزات اللي فيها انه فيها افخاخ، فيها مهارات عميل، فيها اغراض رهيبه جدا، راح ممكن انك تستخدمها لاول مره، يعني لعبه عالم مفتوح بصيغه ثانيه. اوكي، ضيف الى ذلك انه اجواء طبيعيه رهيبه جدا يا شباب، تضاريس مستحيل انك تتصورها بصراحه. لكن اول شيء يا شباب راح اوريكم جيم بلاي بسيط عن اللعبه قبل ما نخوض في باقي التفاصيل. يعني لما تدخل اللعبه بهذا الشكل راح تبتدي معك اللعبه، لانه الحين هي متوفره بنسخه بيتا. ضيف الى ذلك انه روابط التحميل تلاقونها في وصف هذا الفيديو، لكن فقط متوفره الحين الى اجهزه الاندرويد، وهي على المتجر الصيني. اللي يريد ايضا يسجل وكان جهازه ايفون او اندرويد وينتظر النسخه للاصدار الرسمي، ايضا الروابط تلاقونها في وصف هذا الفيديو، حتى يكون لاول الاشخاص اللي يحملون او يصلهم رابط التحميل لهذه النسخه. زي ما تشوفون مضمون اللعبه يا شباب هو انك يعني وكانك في اول مره تترسبن في جزيره، وكانه هذا القارب هو اللي رماك، يعني كنت بمكان وخلاص طلعت بهذه الجزيره، هذه الجزيره او هذا الماب هو اللي راح تكون فيه حياتك. اوكي، يعني هنا انت لازم تاخذ موارد من اشجار، ايضا الصيد في البريه، تسوي منزلك، تسوي تحالفات، لانه اللعبه ملتي بلاير ايضا، تاخذ اشخاص سواء اذا كان معك اصدقاء اصلا، يعني يدزوا لك طلبات صداقه، اذا ما عندك ممكن انك تسوي تحالفات مع ناس، واكيد انك يعني حتى تطور من مهاراتك وتعيش اكثر. اوكي، يعني وما تخسر اكثر. اوكي، ضيف الى ذلك انك تواجه الزومبي. الزومبي هذا وين يكون؟ الزومبي يكون في اماكن مهجوره، اوكي، او القريات اللي تكون مهجوره او تم الاستيلاء عليها من طرف الزومبي، فانت تحاربهم. اوكي، وايضا تتدرب على كل شيء، عندك تتدرب في اشياء كثيره جدا. صدقوني انه حتى الاشياء اللي شفتها، يعني ما راح اشارك معكم الجيم بلاي كلي يا شباب، لكن راح فقط يعني اوريكم باقي التفاصيل يعني المهمه جدا. اوكي، زي ما خبرتكم يعني تتدرب فيها، ايضا وسائل تنقل عده يا شباب، من بينها يعني هذا المركبات، فيها دراجات ناريه، سيارات وغيره، ويعني كلها اكيد انه اللعبه ايضا تتوفر على سكنات وغيره. فاذا شاهدتم بدايه المقطع او التريلر او الاعلان الرسمي اللي يخص اللعبه، كل تلك الشخصيات هي شخصيات رئيسيه ورسميه تخص اللعبه. اوكي، هي يعني الشخصيات الاساسيه الموجوده في اللعبه، لكن يمكن انك تاخذ لها سكنات واغراضها وكل شيء. هذا اكيد انه راح يكون بعدين، لكن ممكن انه اكيد انه راح يكون بفلوس، يعني من سكنات الاسلحه وغيره. ضيف الى ذلك انه صوت الاسلحه او طلق الاسلحه الموجود بهذه اللعبه هو نفس الطلق الموجود في لعبه بابجي موبايل، يعني من ناحيه الانفور او الشوتغان او اي شيء. اوكي، كلها. لكن انت كيف تحصل هذه الاسلحه؟ فاكيد انك لازم تلعب، وزي ما تشوفون يعني لما تفتح الامو بوكسس او تفتح اي تشست تلاقيه، فاكيد انك تلاقي انت وحظك، يعني اما تلاقي اكل يا اما تلاقي اسلحه، المهم تلاقي اشياء كثيره جدا. ضيف الى ذلك انه كيف تستخرج السيارة وغيره، فاكيد انه راح تكون لك ايقونه خاصه. اوكي، يعني حتى تستخرج كل شيء. كيف تاخذ المباني وكيف تسوي المباني، فاكيد انك تقطع الاشجار ايضا. كيف تعالج نفسك او انك مثلا تحافظ على نفسك وصحتك، فاكيد انك واجب عليك انك تصطاد في الغابه في البريه. الشيء اللي تصطاد فاكيد انه راح يكون غزال وغيره، اوكي يعني هذا حتى يكون كمضمون عام عن اللعبه. الحين راح اوريكم الماب ابتداء من هذا اللحظه يا شباب، ركزوا معي جيدا واعطوني رايكم في ماب اللعبه وفي خريطه اللعبه بشكل كامل. صدقني انك راح تنصدم من كبر هذا الماب، ولهذا خبرتكم انها لعبه عالم مفتوح. يعني حتى تتجول هذا المكان كلي، ف مش عارف يعني كم، ممكن شهر او اكثر، وانت يعني كل مره في مكان، اوكي. فبصراحة لعبة رهيبة جدا يا شباب. زي ما خبرتكم الروابط راح تلاقونها في وصف هذا الفيديو. لكن حتى لا انسى فيما يخص الناس يعني اللي تريد تحملها، يجب ان تتوفر على حساب QQ او يعني او حساب في ويشات، اوكي. كلا الحسابين او الموقعين هما موقعين صينيين، يعني حتى تربط اللعبه حتى تشبك اللعبه زي ما هو متوفر معنا في لعبه كود موبايل. مثلا تشبك اللعبه على فيسبوك او على حساب كود او على جوجل، فهو نفس الشيء المتواجد في هذه اللعبة، أنك تربطها لأنها الحين هي نسخة صينية، فأكيد أنه واجب عليك تربطها بأحد هذا الحسابان. اللي ما يعرف يسوي حساب كيكو راح أخلي لكم رابط الفيديو اللي شرحت عنه كيف تسوي حساب سابقا، راح أخليه في وصف هذا الفيديو أيضا حتى تستفيدون. إذا أنت تريد تحمل اللعبة حتى تاخذ يعني تشوف كيف تسوي حساب في موقع كيكو ويشات، والله ما سويت لكن في شروحات كثيره على اليوتيوب يمكن تشاهدها وتسوي حساب. حتى يعني قبل ما تحمل اللعبه واجب عليك تسوي ذاك الشيء، اوكي، الحساب حتى تقدر تفتح اللعبه، اوكي. لان حاليا بنسخه بيتا، ما راح اعطيك بالضبط الحين، والله ما عندي فكره متى سوف يتم غلق هذه النسخه التجريبيه. ان توفر اي جديد فباذن الله سوف اوفيكم به بطبيعه الحال. زي ما خبرتكم فيما يخص، نستكمل الشرح يا شباب، فيما يخص التضاريس او الاجواء الموجوده باللعبه. زي ما تشوفون يعني اجواء ليليه، اجواء في يعني في النهار في الليل، تضاريس، شتاء، رعد، كل شيء صدقوني، عواصف. المابات الموجوده ايضا في بحر، في ايضا حتى وديان، في شلالات ايضا راح تشاهدون ايضا في هذا المقطع، معسكرات زي ما تشوفون ايضا، صحراء، كل شيء متوفر يا شباب بهذه اللعبة. أتمنى أنكم تعطوني رأيكم، والله صدقا أنا متحمس للعبة بشكل كبير 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 يا شباب، يعني بإذن الله. لماذا؟ لأنه تلعب نسخة صينية، فأكيد أنك للتجربة حتى تكون لك فكرة عن اللعبة، وهذا شيء زين يعني ولا واحد ينكر. لكن أنها تتوفر بنسخة عالمية وإنجليزية فسوف يكون الأفضل. لماذا؟ لأنه كل شيء راح يكون باللغة الإنجليزية، أو إن ممكن تتوفر فيها اللغة العربية زي ما هو موجود في لعبة PUBG موبايل. لأنه هذه اللعبة أكيد أنه صدقوني وتذكروا كلامي زين، أنه هذه اللعبة راح يكون لها شأن كبير 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 يا شباب في السنة القادمة، لأنه خلاص هذه السنة على أبواب النهاية، فأكيد أنه راح تتوفر بإذن الله في السنة القادمة يعني بشكل رسمي. زي ما خبرتكم يعني زي ما تشوفون هذا هو الشلال اللي كلمتكم عنه يا شباب. ايضا حتى فيها براكين صدقوني، الرياضه كيف تسوي رياضه ايضا. حتى ممكن اذا تريدون اشارك معكم مقاطع اخرى باذن الله في قادم الحلقات، يعني مش كل يوم اكيد، لكن اذا تريدون حلقات اخرى نشرح فيها بعض التفاصيل فاتركوها ايضا في التعليقات وسوف يتم الامر. زي ما تشوفون البركان، يا اخي شوف تضاريس صدقوني انه رهيبه، تحس وكانك فعليا داخل هذا اللعبه، وكانك داخل هذه الاجواء فعليا لما تلعب هذا اللعبه. صدقا يا شباب انت الحين تشاهد، وكل هذه الاشياء اللي انا اوريك اياها الحين هي فعليا متوفره في اللعبه. فانت اعطيني رايك كيف تشاهد اللعبه يعني لما تنزل، او اذا تريد يعني تجربها الحين، هي متوفره زي ما خبرتكم كنسخه بيتا على يعني المتجر الصيني. ورابط فيما يخص اكيد انه راح تطلع لك تسجيل مسبق، اللي يريد يحملها مباشره، رابط تحميلها او ملف الابيكي اللي يخصها موجود في وصف هذا الفيديو، فقط تجاوز الاعلان وراح تحملها بشكل طبيعي وعادي جدا، اوكي. المهم زي ما خبرتكم اعطوني رايكم يا شباب، اعطوني رايكم في اجواء اللعبه وفي تضاريسها وفي يعني بصراحة أردت أن أشارك معكم تفاصيلها أكثر حتى أوضح لكم الخرائط أو الأشياء الموجودة، الأغراض الموجودة باللعبة أكثر من الجيم بلاي. فإذا تريدون الجيم بلاي فأكيد أني راح أنشر لكم أيضا جيم بلاي، وتريدون شرح آخر يخصها راح أشرح كل شيء بالتفصيل. أوكي، يعني كيف تستخدم مثلا وسائل التنقل، أو كيف الأماكن اللي واجب عليك تذهب إليها، وكيف كيفية البناء أو التحالفات أو غيره. فممكن أشرح لكم أي شيء تريدونه يا شباب، زي ما سويت هذه الحلقة والله بسببكم، لأني شرحتها سابقا، خبرتكم موعد النزول، أن هذه النسخة في الفيديو السابق خبرتكم أنها يوم 16 راح تنزل بإذن الله، وسويت أنا شخصيا تسجيل مسبق على اللعبة حتى حصلتها. لكن بصراحة والله صدقا يا شباب ما قدرت أفتحها لأنه حجمها كبير جدا يا شباب، يعني ما فاعذروني يا شباب. لكن إذا تريدون والله راح أسوي، يعني أخلي أمسح ذاكرة الجهاز، يعني لأنه الملفات الموجودة في جهازي والله احتاجها كثير. لكن والله ما يخالف، إذا تريدون أشرح لكم كل شيء بالتفصيل، فبإذن الله راح أحذف كل شيء وأحملها من جديد. أوكي، المهم أعطوني رأيكم يا شباب في اللعبة بشكل عام، أتوقع أني شرحت لكم كل تفاصيلها بإذن الله، يعني ما خانتني الذاكرة ونسيت أي شيء. إلى هنا ما بقى لي إلا أن استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فأتمنى أني وفقت في الشرح والطرح يا شباب. أي استفسار آخر أتركه في التعليقات وسوف يتم الرد بإذن الله. إن تطلب أو تريدون فيديو أو جيم بلاي آخر عن اللعبة فأتركها في التعليقات بإذن الله، سوف يتم الأمر. ضف إلى ذلك أنه مستحيل أن نسحب على لعبة كود موبايل، فأريد أنوع شوية مرات في القناة، لكن هذا مش أني أسحب على لعبة كود موبايل لأنها كود العشق والحب وكل شيء، فمستحيل اني اسحب عن اللعبه او عن كل جديد يخص اللعبه او حتى عن الجيم بلاي او اي شيء. اوكي، فيلا شباب، دمتم في رعاية الله وحفظه. تذكر الله يكمل جاني وتقديرا لتعبي، واشكركم جزيل الشكر دوما وابدا على دعمكم الرهيب والمتواصل للقناه. والله باذن الله راح استمر معكم الى اخر شيء. اوكي باذن الله. فاذا استفدت من اي مقطع اتمنى من صميم القلب الا تبخل علي بمشاركته مع اصدقائك حتى الكل يستفيد. فيلا شباب، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة. If you would like to get exclusive content updates, previews, and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.